جمعة دامية جديدة في سوريا. 18 قتيلا هي الحصيلة المبدئية التي أعلنتها المنظمات الحقوقية لاحتجاجات اليوم التي عمت مختلف المدن السورية للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد. لن نركع إلا لله هو العنوان الذي اختاره السوريون لمظاهرات اليوم التي شارك فيها الآلاف حزب الحقوقيين في مدن حمص وحلب ودير الزور ودمشق. أما حماة المدينة التي زارها السفير التركي منذ يومين فقد شهدت اليوم انتشارا مكثفا لقوات الأمن لمنع قيام مسيرات احتجاجية، فيما يزال أهلها يتحدثون عن هول ما رأوا. دمرت بيوتنا، دمرت شبابنا، قتلوا شبابنا، دبحوهم، دمرون زيتون بالعاصي، زيتون بالعاصي. وين 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 الجيش اللي عم بيحمي الوطن؟ وين الجيش؟ الجيش عم يدمر الوطن، عم يقتل الشباب. في سياق متصل طالب الرئيس التركي نظيره السوري بعدم إهمال الإصلاحات التي تعهد بها قبل فوات الأوان، فيما يبدو أنه تحذير تركي جديد للأسد بسبب قمع الاحتجاجات.